هذه السنة هذه شهدت واحد المجموعة ديال التظاهرات يعني ثقافية وفنية ورياضية. اليوم المعيد كان مع المقاطعة ديال الأنفا، تم الافتتاح ديال الظاهر ديال عفوان ديال الضريح سيدي عبد الرحمن يعني في الحلة ديالو الجديدة من بعد عملية ديال التأهيل والتهيئة، والآن احنا مع الافتتاح ديال المهرجان ديال الأصيل ديال المقاطعة ديال الأنفا اللي كيتضمن عروض ديال الفروسيه التقليديه وكذلك يعني معرض ديال الصناعه التقليديه. وكيف ما كتشوفوا الاجواء يعني اجواء اللي هي ممتعه، غادي يكون في طيله 4 ايام يعني كاين حضور، كاين مجموعه ديال الامور اللي هي في المستوى. مشكوره السلطات المحليه ومقاطعه ديال الانفا على التنظيم ديال هذا المهرجان هذا بالدعم ديال جماعه ديال الدار البيضاء. وكيف ما قلت هو سلسله ديال التظاهرات اللي كانت في مجموعه ديال المقاطعات بدعم من جماعه الدار البيضاء. Thank you.